أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله حنسوي تشيكن بارميجان من الأكلات الإيطالية اللي مرة أحبها. أول شيء حنبدأ في الصوص. هذه المقادير اللي حنحتاجها: عندي هنا طماطم معلبة، هذه اللي تيجي مفرومة، ممكن تستخدموا اللي تيجي كاملة زي كده، وإما إنكم تكسروها بيدكم بعد ما تحطوها في القدر، أو إنه تحطوها في الخلاط. فلفل مجروش، ثوم، سكر، ملح، فلفل أسود، بقدونس وزيت زيتون. طريقة الصوص مرة سهلة، نفس طريقة صوص البني أربياتا، بس أنا قلت حعيد عشان الناس اللي ما لحقوا على وصفة البني. في قدر على درجة حرارة متوسطة إلى عالية أضفت كمية كويسة زيت زيتون، حضيف الفلفل المجروش، ونضيف كمان الثوم. أنا أحب الثوم يكون زيادة، أحب نكهته تكون واضحة، ونقلب بس شوية لين تظهر ريحة الثوم، ما نبغاه ينحرق، ونضيف الطماطم المعلبة. نتبل بملح وفلفل أسود، ونضيف رشة سكر. السكر طبعا اختياري، بس لأنه يعادل حموضة الطماطم. نغطي القدر ونخلي الصوص ينطبخ لمدة 20 لـ30 دقيقة أو إلين يتكثف. المقادير الثانية اللي حنحتاجها: صدور دجاج، نوعين جبنة موزاريلا اللي تيجي فرش في موية، بارميجان، ريحان فرش، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود. وعشان نغطي الدجاج حنحتاج بقسماط، دقيق، بيض، وبودرة ثوم، وبابريكا. أول شيء نبغى الدجاج يصير pounded، يعني يصير كده نحيف. فإيش حنسوي؟ ناخد صدور الدجاج ونحطها في كيس. ممكن طبعا تحطوا طبقتين نايلون من فوق ومن تحت، بس في الكيس أسهل. بعدين باستخدام هذه الأداة من الجهة الفلات، عشان لو سوينا من هذه الجهة ممكن يتقطع الكيس والدجاج يتخرم، إحنا ما نبغى هذا الشيء. فمن الجهة الفلات اللي زي كده حندق الدجاج. هذه الحركة حتخلي الدجاج جاي يستوي أسرع، وفي نفس الوقت حتخليه طري. بعد كده حنتبل كل طبقة حنغطي فيها الدجاج، البقسماط والبيض والدقيق، بملح وفلفل أسود، وحنتبل الدقيق زيادة بالثوم والبابريكا. شي حنتبل صدور الدجاج من الجهتين بملح وفلفل أسود. بعد كده أكيد كلكم عارفين إيش حنسوي، حنغطس الدجاج في الدقيق، بعدين في البيض، بعدين في البقسماط. بس نصيحة، خلوا يد للأشياء السائلة ويد للأشياء الناشفة. يعني مثلا الدجاج يعتبر فيه سوائل، ما هو ناشف، حخلي اليد اليمين للأشياء الرطبة أو الأشياء السائلة. بعدين نغطي الدجاج بالدقيق باليد الثانية اللي حستخدمها للأشياء الجافة، عشان لا يصير طبقات على يدكم لما تمسكوا سوائل بعدين أشياء ناشفة، حيصير زي الطبقة. نشيل الزايد من الدقيق ونحطه في البيض، نستخدم اليد الثانية. نفس الشيء في مقلاية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية حضيف زيت زيتون. لما نتأكد أنه سخن نضيف الدجاج، نخليه دقيقتين على كل ناحية. شوفوا كيف تحمر، حقلب على الناحية الثانية ونفس الشيء، حخليه يتحمر وأكمل باقي الكمية. شوفوا كيف الصوص تكثف. آخر شيء وهو حار حضيف عليه البقدونس. دحين حاخد من الصوص أحط في الصينية اللي حنستخدمها عشان نحط الدجاج في الفرن. ناخد برضو من الصوص نغطي فيه الدجاج. من جد هذه الأكلة مرة لذيذة. ناخد من الفريش موزاريلا ونحط على الوجه، وآخر شيء نحط من البارميجان كمية كويسة، لأنه الأكلة اسمها تشيكن بارميجان. خلاص كده هحط الصينية في الفرن، مسخنته من أول على درجة حرارة 450
هخلي الصينية لين تدوب الجبنة وخلاص نكون خلصنا. وهذا التشيكن بارميجان بعد ما خلص شوية تحمر من الوجه. سلقت شوية سباجيتي هنا هحط عليها من الصوص وبعدين يتقدم مع التشيكن بارميجان.